بكم من جديد، وانضم إلينا الآن وفي الفاصل النائب الدكتور وحيد عبد المجيد، طبعا الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام وعضو مجلس الشعب. أهلا بك يا دكتور. أهلا يا أستاذ. ونتابع بس بعض المؤشرات الأخرى أيضا على عهدة جريدة الوطن في بولاق الدكرور، في لجنة طيب حمدين واخد 100 صوت، شفيق 65، مرسي 46، وابو الفتوح 37. انا بس مش معايا اسم اللجنه. منشيه العباسيه بالشرقيه مرسي 737 صوت، شفيق 245 صوت، ابو الفتوح 130، صباحي 120، موسى 76. و مثلا على عهده فين في الشرقيه دي؟ طيب إذن دي منشية العباسية بالشرقية، منشية العباسية بالشرقية. شبرا في تقدم لشفيق ثم مرسي ثم عمرو موسى. لما بنقول أرقام يا جماعة، إذن دي نتائج نهائية للجان اللي بنتكلم عليها، لكن لما بنقول تقدم إذن لسه بيتم الفرز في اللجان، وده كله على عقدة جريدة الوطن. الأقباط نزلوا ولا ما نزلوش يا أستاذ يوسف؟ لا نزلوا طبعا، لازم يكونوا نزلوا بنسبة لا تقل عن المتوسط، ويمكن تكون تزيد عن المتوسط. لأنه أولا الأقباط رجعوا بحماس شديد للمشاركة السياسية، وبعدين هم بصراحة شايفين انه تحدي هيدافعوا عن الدولة المدنية ولا مش هيقدروا يدافعوا عن الدولة المدنية. مدرسة رقم ست، لجنة رقم 16، مدرسة استو، مركز نبرو، طيب شفيق 300، عمرو موسى 240، مرسي 203، ابو الفتوح 47. لما بنقول ارقام اذن اللجنه خلصت الفرز، ودي شفيق 300، 240 لعمرو موسى، مرسي 203، وابو الفتوح 47. دكتور وحيد طبعا بدري قوي ان احنا نتكلم. لا اظن دي مش نتائج نهائيه للفرز، يعني دي لما بنقول ارقام يعني بتبقى ارقام بقى طالعه. لا بس دي ارقام يعني ما بتجمعيها حضرتك، ما تجيبش لجنه يعني ما دي بتبقى ممكن لجان ممكن صغيره جدا. ايه؟ ممكن تبقى لجان صغيره جدا. ممكن نسال دي صناديق ولا لجان يا جماعه وبتقفل يعني الارقام دي صندوق. طب ممكن نتاكد معلش صندوق. صندوق ولا لجان كامله ولا لجنه فرعيه كامله؟ طيب نتأكد بس من المراسلين لو سمحتوا. لا اللجنة متوسطة في حدود 2000. واللجنة بيبقى فيها في ما بين بيبقى فيها صندوقين. قد ايه بقى جم؟ قد ايه جم من ال 2000 دول؟ ما هي المشكلة ان كان في اقبال ضعيف في بعض الاوقات. طبعا احنا بنتكلم على متوسط عام لسه ما تأكدش انه 50%. دي لجان مش هيقل كتير. واضح ان دي لجان صغيره، لأنه يعني لانه امبارح كان 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 اقترب من 25% في وده الحقيقه نسبه. طب تقييمك لفكره ان النسبه المنخفضه 25% دي نسبه قليله قوي. 25% في اليوم الاولاني يعني النهارده ممكن تبقى ما بين 40 و50 يعني. طب يعني بيتجمعوا على بعض بياخد متوسط بيبقى الموضوع يعني يعني اقل من انتخابات مجلس الشعب. يعني ليه تقييمك ان وده مؤشر سلبي طبعا. كنا يعني متخيلين حضور اكبر. كان التوقع انها هتبقى اعلى من 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 انتخابات مجلس الشعب. انتخابات مجلس الشعب كانت حوالي 60%. تفسيرك ايه؟ فلما اعتقد انه في احباط عند قطاع لا باس به من الـ من الـ من الـ الناخبين من الاداء السياسي العام خلال الاشهر الماضيه. وفي شعور بانه النخبه السياسيه ليست على المستوى الذي كان الناس يتوقعون. حضرتك بتقول ده وحضرتك عضو مجلس الشعب يعني احد اسباب الاحباط الحقيقه هو مجلس الشعب ايضا. ومجلس الشعب احد بس احد ما انا قلت احد اسباب إنما الاحباط. انما الصراعات الهائله التي لا تنتهي بين النخبه السياسيه وملاحظه الناس انهم اذا نخبه لا تتفق على شيء ولا تستطيع ان تتفق ولا تستطيع ان تتحاور، و يعني في حاله هجوم متبادل وحملات متبادله طول الوقت، ده بيوجه رسالة سلبية لقطاعات من الـ من الـ من الـ من الرأي العام. أيضا ثورة التوقعات اللي ارتبطت بانتخابات مجلس الشعب
أحبطت بالتأكيد، لأنها أيضا كانت ثورة توقعات مبالغ فيها. بس على فكرة برضو أيا كانت النسبة هتبقى في ثورة توقعات بالنسبة للرئيس اللي هينتخب، ولذلك فهو سيواجه منذ اليوم الأول مطالب يريد الناس تحقيقها بشكل فوري، كما حدث مع مجلس الشعب وربما أكثر، لأنه ثقافة المصريين الثقافة السياسية السائدة بتنظر إلى الرئيس. هم الناس كانوا متوجهين إلى البرلمان لعدم وجود رئيس، لأنه هو ده اللي لقوه قدامهم وهو ده اللي انتخبوه، فهم الآن انتخبوا الرئيس وسينتظرون منه بالتأكيد أكثر مما انتظروا من البرلمان. والمرشحين كلهم تنافسوا في انهم يوصلوا هذه الرساله للناس، انهم يقدروا يعملوا كل حاجه. كان عندك لا انا بظن السبب الرئيسي ان في الراي العام والشعب المصري تجربه مستجده عليه وعنده حيره بالغه جدا. انا بظن ان عدد كبير حتى الساعات الاخيره حتى من اللي راحوا صوتوا لم تكن لديهم عقيده واضحه في اتجاه التصويت، وكانوا بيناقشوا الفرص والامكانيات. التجربه جديده والتجربه فريده، لكن الخبره محدوده وما فيش طبقات سياسيه مدربه في مصر ولا قواعد بتحكم اللعبه. فانا اظن ده جزء ان في ناس ما راحتش لان مش عارفه فعلا تعمل ايه. وطبعا في ناس اخرين في نسبه اللي قلنا عليهم اللي هم لازم يسافر الوافدين الى القاهره او الى بعض المناطق الصحيه، انه ما يعرفش يروح بلده او مقره الانتخابي، لكن يدوا بصوته. دي نسبه عاوزه تتقاس لانها حقيقه مخصومه. ده كان موجود في انتخابات مجلس الشعب. ما احنا بنتكلم ليه النسبه قلت؟ يمكن فك الشعب بيضطر يروح لانه عنده قد تكون مساله قبليه او بالعائله او ببعض الظروف. هذه المره نحن نتحدث انه يذهب ويدلي بصوته كشراكه في المستقبل، اللي هو يعني كخيار عام وليس يعني مساله قبليه. فيعني النسبه اذا وصلت الى 50% فانا بتصور يعني نسبه معقوله، لان في الديمقراطيات العريقه اذا 60% يعتبر رقم يعني معقول يعني. فهذه هي التجربه الاولى. ويعني لكن الحقيقه احنا نرجع تاني لل طب خلونا نقول بس النتيجتين دول مؤشرات. مدرسه بني شعران منفلوط أسيوط تقدم موسى عمرو موسى 140، دكتور مرسي 120، شفيق 84، وده فرز مبدئي وليس نهائي. خالد بمدرسة خالد من مدرسة 6 أكتوبر الدكتور أبو الفتوح 575، حمدين صباحي 400 وحاجة، بس أنا ما سمعتش 400 وكام يا 499، مرسي 383، شفيق 315. تقييمك ليه نسبة التصويت كانت منخفضة؟ أنا بتفق مع الأستاذ عبدالله إنه احنا ليه متصورين ان هتكون النسبة 90% او 80%، مش 90 بس كان نفسنا توصل فوق الخمسين يعني. لو كانت هو يبدو ان احنا متجهين الى الخمسين لانه لا كان التوقع انها ما تقلش عن مجلس الشعب. دكتور وحيد انت بتقول انه النسبة منخفضة لان الناس عندها احباط. انا متصور ان الناس بالفعل عندها احباط شديد من الاداء البرلماني لمدة 6 أشهر، وبالتالي متطلعين لمنقذ انه يجي يعمل توازن مع المشهد اللي احنا بنتفرج عليه. لا ما هو الاحباط مش من الاداء البرلماني بس، لو كان من الاداء البرلماني بس كان ممكن يبقى، انما احباط من الاداء السياسي كله ومن اداء كثير من المرشحين. طب مرشحين رئاسه الجمهوريه ذنبهم ايه؟ لأنهم جزء من النخبه السياسيه. لا يعني هم يعني هم النخبه السياسيه انكشفت امام الراي العام، انكشفت امراضها. لاول مره بيبقى في ممثلين في رئاسه في مرشحي رئاسه الجمهوريه بيمثلوا التيارات السياسيه كلها، بيمثلوا الطموحات الشعبيه كلها. لا هو ال 50% احنا كنا بنتكلم بشكل مخجل على حضور 15% و17% و20%، فطبيعي انه في حصل طفره بعد الثوره ان احنا بنتكلم على 50% وبنامل في اكتر من كده. مع النضج السياسي ومع الممارسة السياسية في مصريين كتير موجودين خارج الدوائر السياسية المعروفة ومش دارينين ان في انتخابات ولا يهمهم ان في انتخابات. دول هيبتدوا ينضموا الى اللي بيهتموا بالانتخابات ويجوا، لكن احنا قدامنا على الاقل 10 سنوات عشان نوصل. طيب خلونا نسمع من مراسلتنا الاء جويش مركز شباب امبابة. الاء ماذا لديك من مؤشرات؟
نحن حاضرين الان في لجنه في احدى اللجان الفرعيه في مركز شباب امبابه. مركز شباب امبابه معروف ان هو كان فيه ثلاث لجان فرعيه، زائد كمان ان هو هيشهد اللجنه العامه تسليم القضاه في اخر الليل ان شاء الله. حاليا المؤشرات في اللجنه الفرعيه اللي انا فيها الحقيقه في تقدم كبير لحمدين صباحي، بيلي في منافسه شرسه جدا بين الدكتور ابو الفتوح والفريق احمد شفيق، بيلي بعدها النسب في برضه معاهم دكتور محمد مرسي، وفي نسب بقى بسيطه جدا لمحمد سليم العوا وعمر موسى، لكن المنافسه شرسه جدا بين حمدين صباحي بين دكتور ابو الفتوح وبين دكتور محمد مرسي واحمد شفيق. ده بالنسبه للفارس، واحنا طبعا لسه هو بدا بعد بغلق الصناديق بعد الساعه 9 بتحرير محاضر وفك الاقفال البلاستيكيه وبدا توزيع الورق وفتحه يعني افهم ان يظبطوه يعني بحيث طيب. انه يبقى كله ورق. شكرا الاء، ارجو انك تولينا بالمؤشرات اولا باول. خلوني بس اقول مؤشر اخر، حدائق مدرسه حدائق الزيتون بحدائق القبه، شفيق 400 صوت، حمدين 350، موسى 250، ومرسي 200 صوت. تسمحي لي استنتاج أول وهذا برصد طويل جدا، وسوف نمضي من صندوق لآخر ولجنة فرعية لأخرى حد وصل لجنة العامة. أنا بعتذر إن أنا بقاطعك دايما. لا 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 ونجمع. عايز أقول لك البرسون ده مفتوح، ويعني طبقا للمعطيات الأولى لا أحد يستطيع أن يقول أن أي مرشح على الإطلاق يضمن لها مقعد في جولة العادة، حتى هذا الكلام، حتى الدكتور مرسي، حتى هذه اللحظة الدكتور مرسي. هذا أول استنتاج حقيقي، لأن احنا بنتكلم عن بعض العينات في مناطق حضرية وريفية وفي صعيد وفي بحري، باستثناء أحد اللجان في الشرقية عمل، والحقيقة كمان وأنا من أولاد الشرقية، أنت بتتكلم عن يعني منشأة العباسية ليست من المراكز أو المناطق المعروفة حتى ليا كشرقاوي، يعني أنا عاوز أبص أبو كبير، فاوس، هي الزقازيق، التكتلات، التصويت الأكبر، كيف سوف تمضي، خاصة أن بعضها دي من معاقل جماعة الإخوان المسلمين. طيب احنا عايزين نشوف فاقوس وهيهيا ومن القمح ونشوف. طيب ماشي، أنا عاوز أقول لحضرتك أن هذه المفاجآت كبرى، ما فيش حد. خد أول استنتاج لحد الفجر إلى أن تتضح الرؤية طبعا، ما فيش حد من الخمسة والسبعة، كان في كلام عن أن عمرو موسى تراجع بالفداحة أو بالفضوح فرصة تقلصت، لا يعني بالمباشرة الأولى دي ناس موجودة وبتتصدر كثير من الصناديق، لازم نمضي معهم فترة أطول، وكون أن محمد مرسي وشفيق داخلين الإعادة ده كلام بالظبط لما تقال أن الإعادة هتكون بين في استطاعة الرأي بين عمرو موسى وابن الفتوح. لا الجيم المباراة الجيم واضح هنا، بس احنا بنتكلم هنا مفتوح. فإحنا هنبتدي نشتغل سوا، وحضرتك وزبايلك شغل طول الليل. لا احنا عندنا ايه ده، هنعمل 13000 خانه. طيب مفتوحة. اللجنه 72 من مدرسه المحروسه، بقينا عمرو موسى متقدم ب 110 صوت، يلي الفريق شفيق ب 66، ثم ابو الفتوح ب 62، ودي نتائج مبدئيه فقط. لا وهنا هنبص ان في اكثر من صندوق طبعا، في اكثر من لجنه عمرو موسى موجود في الصعيد اكثر من احمد شفيق الذي كانت تشير كل التوقعات. قد طبعا يفوز شفيق او غيره او حمدين او مفتوح في يتقدم في الصعيد، لكن تاخد مؤشر انه طيب. ليست هناك فكره ثابته صحيحه مسبقه. معلش هنعيد ده تاني يا جماعه. الحمول ما كانش عندنا استطلاعات حقيقيه، ما كانش عندنا استطلاعات حقيقيه. مدرسه ابو الشعور الابتدائيه في الحمول، تقدم لحمدين صباحي 990 صوت، مرسي يلي مرسي ب 140 صوت، بس الحمول دي بتاعت حمدين يعني. بص يا حمدين هيوصل 60-70% في كفر الشيخ. عاوزين نشوف مرسي في قلعته ودق مخلع الاخوان. طب سيبولنا بقى الشرقيه والدقهليه والبحيره والطلبيه، شوفولنا مراسلين من هذه المحافظات يا ريت يا استاذه فهيمه. طيب خلونا نشوف اين ذهبت الاصوات، بمعنى نتكلم على اصوات السلفيين، كيف تقسمت اصوات السلفيين، اين ذهبت، نزلوا السلفيين ولا ما نزلوش يا دكتور؟ يعني الـ 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 المؤشرات اللي كانت موجوده في بعض المناطق اللي في معلومات عنها انه السلفيين اللي كانوا مع الدكتور محمد مرسي كانوا اكثر التزاما بالمشاركه وبالاقتراع.
يعني القسم السلفيين الذي اكتسبه الدكتور محمد مرسي، رغم انه قيادات الدعوه السلفيه وحزب النور ايدوا عبد المنعم ابو فتوح، انما محمد مرسي اكتسب قطاع لا باس به. هذا القطاع كان اكثر التزاما وفقا للمعطيات، ليست كامله، انه كان اكثر التزاما من القسم الذي يفترض انه ايد عبد المنعم ابو فتوح. لكن ده ايضا حيبان في مؤشرات الاسكندريه وكفر الشيخ والفيوم. اظن انه في الفيوم في مشاركه سلفيه مع عبد المنعم ابو فتوح لا باس بها، بس ما حسيناش بالزخم السلفي زي ما شفناه في انتخابات الشعب. لانه مقسوم. يعني في انتخابات مجلس الشعب كانت القوى السلفيه كلها في اتجاه واحد، في اتجاه حزب النور وحلفائه. المره دي القوى السلفيه مقسمه على اثنين مرشحين، المفروض كان متوقع ان عبد المنعم هياخد الجزء الاكبر، مثلا 50-55، النور والجماعه ومحمد مرسي ياخد مثلا في حدود من 30-40، ومحمد سليم العوا ياخد له مثلا 10% ولا حاجه. لكن اللي نزلوا منهم قد ايه؟ اللي ثابت ان اللي كانوا مع محمد مرسي كانوا اكثر التزاما حتى الان، الى ان تظهر المعطيات النتائج بقى في مناطق التركز السلفي الاساسيه. طيب مراسلنا عماد اسماعيل، انت فين يا عماد؟ في القاهره؟ مساء الخير يا استاذ لميس، انا هنا في محافظه القاهره في مدرسه شبرا الاعداديه، ما بين مدرسه شبرا الاعداديه وما بين المدرسه التوفيقيه. انا حاليا في المدرسه التوفيقيه الثانويه بنين. طيب مؤشرات عندك ايه؟ المؤشرات عندي حتى الآن توجد هنا ثلاثة لجان كبرى، ثلاثة لجان فرعية، منهم لجنة القاضي لم يريد أن يدخلنا إلى اللجنة، فيتبقى اللجنتين المتبقيتين وفيهم أصوات أكثر من 2500 صوت، لجنة فيهم حتى الآن وعلى قرب الانتهاء التقدم للمرشح حمدين صباحي. دي لجنة إيه؟ لجنة إيه يا عماد للدقة، لجنة إيه اللي بتتكلم عليها؟ لجنة كام؟ فين؟ لجنة الفرعية بالمدرسة التوفيقية الثانوية للبنين في شبرا. أيوة. دي لجنة يا مدام لميس، دي لجنة رقم 5. أيوة. لجنة فرعية رقم 5. تقدم لمين؟ تقدم للمرشح حمدين صباحي حتى الآن. ثم يليه المرشح أحمد شفيق. ثم يليه بعد ذلك بالتساوي المرشح محمد مرسي، ثم بعد ذلك بعد المرشح محمد مرسي يليه المرشح ابو الفتوح. يعني ممكن نقول المرشح مرسي وابو الفتوح متساويين حتى الان قرب بعض، ولكن حمدين صباحي في البدايه ثم احمد شفيق. دي في لجنه رقم 5 في المدرسه التوفيقيه. اوكي، في لجنه ثانيه؟ اللجنه الاخرى لجنه رقم 6، العكس، هو التفوق للمرشح احمد شفيق. ثم يليه المرشح حمدين صباحي. ثم يليه بعد ذلك محمد مرسي. طيب دي لجان حجمها قد ايه تقريبا يا عماد؟ بالظبط، ده سؤال هام جدا. اللجان دي حجمها حتى الان، هي كان حجمها الطبيعي او الاصوات المفروض كانوا يدلوا بيها المدرجين في الكشوف كانت ما بين 4800 ل 4900، ولكن الذين ادلوا باصواتهم في اللجنتين وصلوا في اللجنه الاولى ل 2560 صوت، اللي هي اللجنه رقم 5، ولجنة رقم 6 وصلت إلى 2100 صوت. شكرا عماد اسماعيل، وأرجو أن تتابعنا. دي إذن لجنتين في شبرا. نعم، لجنتين في شبرا. يعني إحنا قلنا الاستنتاج الأول في هذه الليلة الطويلة أن المبرونة مفتوحة بين الخمسة إحنا بنتكلم تاني يا جماعة على خمس مرشحين. خمس مرشحين، الدكتور مرسي، الدكتور أبو الفتوح، أحمد شفيق، عمرو موسى. فالكلام على أن مرشحين قد خرجوا بالسباق، هذا كلام مبكر جدا بناء على القراءة الأولية. رقم 2، ليس بالمؤكد أن الدكتور مرسي باليقين كده لا هيحسبها من الجوله الاولى، ولا هو متاكد. بس انا ملاحظه حاجه، الجوله الاولى مستحيله. مستحيل. لا، الجوله الاولى مستحيله، احنا متفقين على هذه المائده. يعني الجوله الاولى مستحيله. كان يعني حضرتك كنت بتقولي الرئيس اليوم، لا مش الرئيس اليوم، لا لكن لا الرئيس يوم 21، احد الرئيس احد المرشحين بالرئاسه. لكن لما بصي للتوفيقيه الحقيقه في لجنتين فرعيتين ونسبه معقوله نقدر نقيس عليها، نكتشف هنا ممكن نكتشف بعض توجهات الصوت القبطي. بعض توجهاته الصوت القبطي، هقف عند توجهاته الصوت القبطي. طبعا افتحوا لنا التكييف يا جماعه. يبدو في لجنه حراره الجو خلاص زياده. في لجنه رسميه اللي مشيت على التعليمات لقيادة احمد شفيق الاول، اللي هي اللجنه الثانيه. وفي لجنه الشباب
ما هو زي ما قال الاستاذ سيد القبط الواسع ادي حديث صباح. دي انا اظن انا بس أن هذا تعبير طيب. عن صراع بس انا ملاحظه هنا بقى الاجيال داخل وانا طبعا بلاحظ الشباب طيب لا بس لا لازم كان واضح. لازم اسمع الدقهليه الاول وكان واضح من قبل الانتخابات محمد سعيد من الدقهليه يا محمد قول لي الاخبار والمؤشرات استاذ لميس احنا دلوقتي متواجدين بمدرسه احمد زويل بها لجنتان اللجنه التاسعه واللجنه العاشره في اللجنه رقم 10 الاصوات وصل الفرز حتى نصف العدد بالتحديد 4000 صوت في نصف العدد المؤشرات تقول ان السيد حمدين صباحي هو في المقدمه يليه الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح حتى الان في المركز الثالث متساويان الفريق احمد شفيق واستاذ عمرو موسى يليهم في الترتيب الاخير الدكتور محمد مرسي انت بتتكلم على الدقهليه في الدقهليه في لجنه فيها كم صوت لجنه فيها 4000 صوت دي بالنسبه لي مفاجاه نحن امام يوم دي مفاجأة. المفاجآت الكبرى قول لي لا 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 بس طب نستنى نستنى تراكم استنى تراكم طيب اديني اللجنه الثانيه هنقعد نتراكم الفجر ايوه يعني خلونا نشعر بالمفاجاه وبعدين يبقى انا طيب تسعه لجنه تسعه يا محمد لجنه 10 هي اللي فيها المقدمه ولجنه 9 ايضا البوادر تقول هم الان بداوا الفرز منذ 10 دقائق ايضا المقدمه السيد حمدين صباحي ولكن لم يتضح الصوره في اللجنه رقم 9 لكن لجنه 10 كما قلت لحضرتك المقدمه الدكتور السيد حمدين صباحي في المركز الثاني الدكتور عبد المنعم الفتوح متساويان تقريبا الفريق احمد شفيق والسيد عمرو موسى في المرتبه الاخيره في هذه اللجنه الدكتور محمد مرسي في اي منطقه في فين 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 يا محمد اللجنه دي اللجان دي في مدينه المنصوره دي دايره تابعه لقسم تاني المنصوره بجوار المحافظه هي في وسط مدينه المنصوره بس برضو قسم تاني المنصوره برضو منطقه حضر يعني منطقه وعاصمه منطقه حضريه رقم 2 في شخصيه كبيره هناك اولت ثقتها الحمدين الدكتور محمد غنيم واستقبل في جماعات النواب من النواب مصطفى الجندي واخرين في هذه المنطقه يعني انا اظن وبالتالي عبد المنعم الفتوح لو كان توأمه يعني الخيار الاول يعني الخيار الثاني ده منطقي ده منطقي شوف لنا الريف بقى في الدقهليه الله يكرمك هو ده الثقه الانتخابي طيب نخرج فاصل قصير وبعد الفاصل نواصل هذه النتائج وزي ما قلت لكم احنا معاكم حتى الساعات الاولى من الصباح حتى عندما يعني انا هترك مكاني بعد قليل للاستاذ عماد الدين اديب وفريق التحليل ليكونوا معكم مع المؤشرات حتى صباح غدا احنا معاكم على CBC خليكوا دايما معانا فاصل